مرحبا أصدقائي طلاب الصف السابع، أنا معكم الأستاذ غياث من منصة خطوة بخطوة للتعليم الإلكتروني. اليوم إن شاء الله راح نكمل بالإكينجي بلوم للإكينجي يونيتي، واللي كانت بعنوان هجرة في بلونملار بالإكينجي بلوم، اللي هو بعنوان ديني آ جين في كروموزوم. هلا ديني آ هو شيء كلكم بتعرفوه أو كلكم سمعانين فيه، بس بعرف إنه أنتم ما بتعرفوا شو هو. هلا رح نتعرف شو هو خلال الدرس. الجين واللي معناته باللغة العربية الجين، أو أحيانا كمان بتسمعوا أكيد أهلكم بيقولوا جينات أو جين، فهذا هو كمان رح نتعرف عليه بالدرس اليوم. كروموزوم واللي هو معناته الصبغي، أو كروموزوملار اللي هو بيكون معناته الصبغيات، واللي كمان رح نتعرف عليه بدرسنا اليوم. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Çevrenizde baktığınızda canlıların birbirlerinden ve diğer canlı türlerinden farklı olduğunu görüyorsunuz. شو عم بيقول معناتها يا شباب بهي الجملة؟ إنه نحن لما بنطلع حوالينا بنشوف إنه الكائنات مختلفة في أنواعها بين بعضها، كيف يعني؟ يعني مثلا في الحيوانات في لهم أنواع بين بعضهم، وحتى كذلك الأمر النباتات. Canlıların genetik özellikleri hücrelerindeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Ne demek bunu arkadaşlar? Sıfat cinsiyeti tınılha sıbgiyat اللي هي متواجدة في نواة الخلية. كروموزوملار DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. وهدول الكروموزوملار أو اللي سميناهم باللغة العربية الصبغيات بتتشكل باتحاد البروتين مع الـ DNA. مثل ما تكون شايفين يا شباب، هون في صورة توضيحية للكروموزوم والتشيكر ديك والـ DNA، وعم بيفسرون لنا وين متواجد الكروموزوم. هو عم بيقولوا في داخل التشيكر ديك، يعني في داخل النواة في الكروموزوم، وداخل الكروموزوم شو في؟ في الدي ان ايه. هلا كمان وداخل الدي ان ايه في شغلتين، في شيء اسمه نيكلوديد والجين. الجين حكينا عنه اللي هو الجين، لكن نيكلوديد رح نحكي عنه مو بهي السنة، السنة القادمة ان شاء الله بالصف الثامن. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her canlının kendi türüne özel kromozom sayısı vardır. Örneğin insanlarda 46 tane kromozom bulunmaktadır. Ne demek bunu arkadaşlar? Abi ulunu kullu min anva'l mahlukat fi ilha adad muhaddad min sıbghiyat. Fe'ala sabil misal el insan fi ando 46 yani 46 sıbghi dahil khaliyatu. Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur. داخل تركيب الصبغيات يوجد أيضا مركب الـ DNA واللي هو عبارة عن يونيتي جي، يعني كلمة يونيتي جي هي مدير، يعني هو الـ DNA هو عبارة عن مدير. طيب هذا المدير شو بيعمل؟ خلينا نشوف شو بيعمل. هجردكي تم جانلك فعاليات لدي DNA طرفندان يونيتيلير، واللي هو بيكون عبارة عن مدير بيدير كل الفعاليات أو كل العمليات اللي بتصير داخل الخلية. DNA'nın yapısında kalıtsal özelliklere etki eden yapılar bulunur. O kemen abi oğlu yücel dahil DNA avamil muassira ala sıfat virasiye. Yani mesela mitel lon şa'ar, mitel lon l'ayun. Hazır kreatör bikunu mutuajdin dahil terkib DNA. Bu yapılara gen adı verilir. Uhu hadol yapılar yani terakib ismon gen. Uli قلنا اسمه باللغة العربية الجين أو جين. قال تصل أوزلكلار جين لار لا نسيل لان نسيل أكترلر. هلا كلمة أكترلر يعني تنتقل، فعم بيقولوا الصفات الوراثية بتنتقل من نسل لنسل، يعني من جيل لجيل. Evet arkadaşlar, bunu biliyor musunuz? DNA'nın temel yapı primi nükleotittir. حكينا عنه وقلنا هذا النيكلوتيد، هذا رح تاخذوه بشكل سطحي، ولكن بالصف الثامن رح تاخذوه بشكل مفصل. عم بيقولوا داخل النيكلوتيد في شيء اسمه ادينين، في شيء اسمه تيمين، في شيء اسمه جوانين، في شيء اسمه سيتوزين. هذول كلياتهم بشكله الدي ان ايه، يعني الدي ان ايه هو عباره عن داخله في نيكلوتيد، والنيكلوتيد هو عباره عن هذول الانواع. هذا الشيء رح تعرفوه اكثر شيء بالصف الثامن مثل ما قلت لكم، لكن هون فقط مثل ما بيقولوا بلقيك وتصو، يعني معلومه مشان انه تفكروا فيها او تطلبي حالكم انه الدي ان ايه من شو بيتكون او النيكلوتيد من شو بيتكون. كروموزوملارن يابسندا دي ان ايه بلونور، يعني بيقولوا داخل كروموزوملار
في DNA. هذا الشيء اللي حكينا فيه بأول الدرس. DNA üzerinde kalıtsal özellikleri belirleyen genler bulunur. وفي جوات ال DNA مثل ما حكينا الكالتسال özellikleri belirleyen يعني الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية موجودة كمان داخل ال DNA. Genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir. والعناصر الأساسية بالجينلر بالجينات هي النكليوتيدلر. ومثل ما حكينا انه الجينات موجودين وين؟ داخل الـ DNA. والـ DNA هو شو؟ هو العنصر المسؤول عن شغلتين، عن الإدارة وعن نقل الصفات الوراثية. فبيقولوا بو durumda kalıtım birimleri büyükten küçüğe doğru kromozom DNA gen nükleotit şeklinde sıralanır. Şu an sonra şباب فبيقولوا على هذا الأساس الكالتم بيريم لري يعني وحدات الوراثة بيكونوا مرتبين من الكبير للصغير على الشكل التالي. أكبر شيء الكروموزوم، بعده DNA، بعد DNA اللي في داخل الجان، بعد الجان في كمان بداخله النيكلوتيد. وهذا كتير مهم هذا الترتيب، لأنه على طول بيسألوه بالفحص مثلا بيقولوا أشهادكي لاردن هانجيسي دورو أولاراك يازلمشتر أو دورو أولاراك سرالانمشتر. فهذا الشيء كمان لازم انتم تحفظوه كيف ترتيبه من الكبير للصغير. هلا لو مثلا من الصغير للكبير ذاك الوقت راح نقول نيكلوتيد جان دي ان ايه وكروموزوم. Evet arkadaşlar, DNA çift nükleotit dizisinden meydana gelen sarmal bir yapıya sahiptir. Hala kelime dizi ile hala manada silsile. Tamam ya şebap. Kelime sarmal hadnaha وين بالبرنجي بلوم شو قلنا معناتها؟ قلنا معناتها حلزوني. فهون شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا بتتكون سلسله الدي ان ايه او الدي ان ايه من سلسلتين ملفوفين على بعضهم بشكل حلزوني. الدي ان ايه'nin yapısı sarmal bir merdivenin yapısına benzetilebilir. يعني عم بيقولوا والدي ان ايه بحسن نشبهون للدرج الحلزوني مثل ما كنا شايفين بالصوره. يعني عم بيشبهوا هاد الدي ان ايه الحقيقي للدرج. هو فعلا في شوية تشابه بيناتهم. Hücreler çoğalırken hücre içindeki DNA kendini işleyerek oluşan bir yeni hücreye aktarılacak şekilde kopyalanır. Yani hakikaten abla şöyle قلنا DNA şu أهم ميزة فيه أنه ينقل صفات وراثية من مكان لمكان آخر. طيب هلا وقت اللي بيصير نمو داخل الخلية، يعني الخلية بتكبر، يعني بتصير تشولما، يعني بتتكاثر، شو بيصير؟ كمان DNA بيتكاثر معه. كيف بيتكسر الدي ان ايه؟ قال بيتكسر الدي ان ايه على الشكل التالي، هن بيكونوا تك صارم او تك ديزي، بعدين بينفصلوا عن بعضهم، كل ديزي بيطلع عندهم بينفصل وبيعمل تك دي ان ايه لحاله، وبالسونوج اولاك بصير عندي 2 دي ان ايه. فلذلك يا شباب شو بصير عم بيقولوا؟ بو اشلما سونوجوندا هجدكي دي ان ايه مقداره 2 كاتنا تشكر، يعني بنهايه عمليه الاشلما تبعت الدي ان ايه شو بصير عندي؟ بصير عندي عدد الدي ان ايه بالداخل الخلية الكيكات يعني ضعفين. Evet arkadaşlar, şimdi 3. bölüme geçiyoruz. Geçmişten günümüze hücre. Hücre gözle görülmeyecek kadar küçük bir yapıdadır. Günlük hayatınızda bir cisim olduğundan daha büyük ve ayrıntılı gözlemlemek için büyüteç kullanırsınız. Şu abi öyle şey. Oval şey şu manat herlenvan. عم بيقولوا جيتمشتن جنوميزا هجرة، يعني من الماضي لأيامنا الحالية الخلية، يعني تطور الخلية من الماضي لحد الآن. هجرة جوزلا جرولميجيك قدر كوتشيك بيديا بدادر، يعني الحجرة أو الخلية هي كتير كتير تركيب كتير صغير، وبأيامنا وبحياتنا الطبيعية مستحيل نشوفها، أو إذا بدنا نشوفها بدنا نستخدم شيء اسمه بيوتاج يعني مكبر. سيزجا هجري ده بيوتاج يردميله gözlemlemek ممكن مدر بكي عبي يقولوا انه برايكم هل ممكن انه واحد يشوف الخليه بالبيوتاج يعني بالمكبر؟ شو عبي يقولوا؟ هجره شاشلاجاك درجه كارماشك بير يابيا صاحبتر. هلا اول شيء كلمه كارماشك معناتها معقد، شاشلاجاك يعني لدرجه الاندهاش. فبالتالي بصير جملة كلياتها ترجمتها انه الحجره او الخليه هي تركيبة معقدة لدرجة انه تخليك تندهش. هجرة بير كنترول مركزينا، اتش داشما سيستمينا، انرجي كاينانا،
ihtiyacı olan maddeleri üreten organlara, atık maddelere ve atık maddeleri paketleyip atma işlemini yapan özel yapılara sahiptir. بيقولوا يا شباب بهاي الجملة كلياتها انه في داخل الخلية او في داخل داخل الخلية او الحجرة في كتير شغلات، يعني مثلا منطقة التحكم، انرجي كاينة، مصدر الطاقة، احتياجه اولا مادة الاوريتان، الاجهزة او العمليات اللي بتنتج المواد اللازمة، اطلق مادلار المواد اللي بتطرحها، في اطلق مادلاري باكيت ليب ايش اطمئ اشتاميني والجوات، يعني اللي حكينا عنه اللي هو بيخزن المواد اللي بتطرحها بشكل اكياس وبيطرحها لبرا، هذا كله يا شباب داخل الحجرة. فتخيلوا هي قديش تركيب معقد. Hücre bu kadar karmaşık bir yapıya sahip olmasına rağmen ancak mikroskop altında evet görünebilir. Abi ulu ma bırgım انه كتير هي معقده ولكن باستخدام جهاز الميكروسكوب اللي اخذته انتم بالصف الخامس وعدتوه بالصف السادس هو تحسن نحن نشوف فيه الخليه. اذا انتقلنا للصفحه اللي بعدها، هون فيها عباره عن معلومات فقط عم يحكي عن شخص اسمه روبرت هوك اللي هو اللي عمل الميكروسكوب او فكره الميكروسكوب كحد ذاته. فانا بدي اياكم هون فقط انتم تقراوا قراءه، ما في ابدا كلمات صعبه، فقط تقراوا قراءه وتطلعوا عليها وبتكونوا انتم حليتوا المشكله مشان احنا ما نضيع وقت نحن نقرا. ايمت ارخصتها صوت قسمه قال لك هجره دوكو اورجان سيستم اورجانيزما. هلا الهجرة بنعرف شو معناتها خلية، دوكو معناتها نسيج، اورجان حكينا عن اللي هو العضو، سيستم نظام، اورجانيزما واللي معناتها هي الكائن الحي. شو عم بيقولونا عن هدول الشغلات؟ بوتون جانلالار هجرلردن اولوشور، كل المخلوقات تتكون من الخلايا. Canlıyı oluşturan bu hücreler birlikte ve uyum içerisinde çalışır. Vadol halaya bişturu dâhil cisim o dâhil canlıyı dâhil cisim halaya nsemmi o dâhil mahluk bişekil uyum içerisinde, yani bişekil tevafuki, yani kanatu mutfiğin ma ba'du kul vahid fi ilo vazifto li muhaddedi ilo. Canlılar yaşamını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleşir. O dahil hücrat bikum fi ameliyat au bitsir ameliyat illi hiye lazime hatta tistamir hayat al insan, mesela ala sabil misal beslenme, tagziye, solunum, teneffus, dolaşım hiye devre dimaviye, yani boşaltım hiye al ifraz. Mitel dol ameliyat kaytum bisiru wen ya arkadaşlar? Dahil al hücreler. Tek hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içerisindeki organlar tarafından gerçekleştirilir. وعم بيقولوا كمان انه داخل الجانلار المخلوقات اللي بتكون تك هجرلي، هي بتكون من خليه وحده، كمان يوجد كل هالعمليات مثلا البسلنما والصدوم والدولاشم والبوشلاطم. فايضا يعني اذا كان تك هجرلي او تشوك هجرلي راح يكون داخل الخليه نفس العمليات تماما. Çok hücreli canlılarda ise yaşamsal faaliyetler tek bir hücre tarafından değil birçok hücre tarafından gerçekleştirilir. Abi o beyneme bilnisbi lel canlılar libi konu çok hücreli kemen kül hücret yani o kül الخلايا bikumu bil ameliyat li hakiyen aleyhun. Illi hinne mesela beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım vesaire. Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir. Yani abi oğlu الأحياء المكونة من أكثر من خلية، الخلايا اللي مكونة لها هي لا نفس التركيب ولا نفس الوظيفة، يعني نفس العمل اللي بتقوم فيه. Bir hücrenin boyutu ve şekli yerine getirmek zorunda olduğu işlevle ilgilidir. وفي بعض الخلايا مهمتها هي تحديد الشكل والحجم اللي محدد لها، يعني مثلا مثل الخلايا المسؤولة عن النمو، مثلا عن نمو الجلد او نمو الجسم بشكل عام، هي خلايا مهمتها انه تحدد الحجم تكبره او تضعف. ايبت ارخداشتار سون قسمه جلدك دوكو اللي حكينا عنه انه معناته النسيج. بعض özel görevleri üstlenmiş ve özel nitelikleri olan hücrelerin oluşturduğu hücre topluluklarına دوكو denir. Şu دوكو هو بعض الحجرات اللي
متجمعين بمكان معين وكلياتهم نفس الجريف يعني نفس الوظيفه، هدول بنسميهم نحن نسيج. يعني aynı tip hücreleri bir araya gelerek dokuları oluşturur. Nefs الحكي اللي حكيته قبل شوي، يعني الدوكو او النسيج هو تجمع لاكثر من خليه جنب بعضهم فبيعملوا شيء اسمه نسيج. يعني على سبيل المثال منطقه صغيره من الجلد هي بنسميها نسيج. يعني احنا اذا اخذنا منطقه كثير كثير صغيره مثلا فيها مئات الحجرات يعني مئات الخلايا، هذا بيكون اسمه نسيج. örneğin insan vücudunda kemik, sinir yağı, kas destek dokusu ve iptal doku gibi çeşitli dokular bulunur. Hadi nemsile عن الدقولار اللي او الانسجه اللي موجوده بجسم الانسان. حكينا مثلا مثل كيميك مثل السنير الاعصاب ve yağ ve kas kas مات العضلات vesaire. Çok hücreli canlılarda benzer yapı görevdeki hücreler birleşerek dokuları olur. يعني عم بيقولوا يا شباب وقت اللي بيتجمعوا مثل ما حكينا قبل شوي، نزلت نفس الكلام عم بينعاد مثل ما حكينا قبل شوي، انه وقت بيتجمع اكثر من العدد الكبير من الحجرات يعني هذول الحجرات بيصير اسمهم دوكو. دوكولار بيلشرك اورجانلاري اورجانلاري، وقت بيتجمع اكثر من يعني بيتجمع مثلا مئات او الاف الدوكولار الاف الانسجه بيصير اسمه اورجانلاري. اورجانلاري بيلشرك sistemleri de birleşerek organizmayı canlıyı oluşturur. Yani bil muhtasar el mufid اول شيء اصغر جزء هو الهجره بعدين دوكو بعدين organları بعدين sistemleri son olarak canlı. هيك يا شباب بيكون ikinci bölüm انتهى، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وتكونوا فهمتوا الدرس، وفي حال ما فهمتوا الدرس بتمنى منكم انه تعيدوه مره ومرتين وثلاثه. كنت انا معكم الاستاذ غياث من منصه خطوه بخطوه للتعليم الالكتروني.